English الصف الثالث ترم الثاني يونت 8. اهلا بكم في قناتنا قناه طيور الجنه التعليميه. ما تنسوش قبل ما نبدا لايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. النهارده هنبدا مع بعض مع يونت 8 اسمها Seasons of the Year. Seasons of the Year يعني فصول السنه. هنبدا مع conversation time ونشوف الاسره دي او العائله دي جايبه بتقول ايه النهارده مع بعض. اول حاجه الولد ده بيسال بابا سؤال وبيقول له Dad, what's your favorite month? Dad, what's your favorite month? بابا ايه الشهر المفضل عندك؟ Dad, what's your favorite month? بابا قال له ايه؟ I like January best. I like January best. بحب شهر يناير اكتر حاجة. Because it's cold. Because it's cold. لان الجو فيه بيبقى برد. I like cold weather. انا بحب cold weather يعني الطقس البارد. I like cold weather. Cold weather يعني الطقس البارد. And you. وبيسأل بنته بيقول لها ايه؟ And you وانتي بتحبي ايه؟ بنته قالت له ايه؟ I like August. I like August best. انا بحب شهر اغسطس اكتر حاجة. Because it's hot. Because it's hot. لانه بيبقى حر. And I can go to the beach. واقدر اروح فين؟ Beach يعني الشاطئ. What about you mom? وانت رأيك ايه في الكلام ده يا ماما؟ او انت بتحب شهر ايه؟ او فصل ايه؟ What about you mom? مامتها ردت قالت لها ايه؟ I like the fall. I like the fall. انا بحب فصل الخريف. Fall يعني فصل الخريف. Because it's not too hot. لانه مش حر قوي يعني. In some places there are very beautiful colored leaves. وفي اماكن كده معينة او بعض من الاماكن دي بيكون فيها اوراق شجر متساقط على الارض بيكون شكله ملون وجميل. وده ما بيحصلش غير في فصل الخريف. طيب بعد كده الولد الصغير ده هيقول ايه بقى؟ I like the spring. بس انا بحب فصل ايه؟ spring يعني الربيع. Because there's a lot of sunshine. لان بيبقى فيه اشعة شمس ساطعة. Today it's rainy. النهاردة ممكن تكون بتمطر. But tomorrow it will be sunny. بس بكرة هتكون مشمسة. Hooray يعني مرحى. طيب يلا بينا بقى ناخد new words او الكلمات اللي على season of the year ونشوف اول حاجة معانا اسمها ايه. اسمها sunny. Sunny. Sunny يعني مشمس. Sunny. Sunny. طيب sunny لو انا عايزة اقول اتكلم عن النهاردة. النهاردة الحاضر او المضارع واقول النهاردة الجو مشمس او اليوم الجو مشمس. نقول ايه؟ It's sunny today. بنحط it's وبعدين كلمة sunny وtoday يعني اليوم. طالما احنا نتكلم عن النهاردة لازم نستخدم is. دي معناها it is او it's sunny today. يعني لو انا بتكلم عن النهاردة او today لازم يجي معاها is. Today النهاردة يعني المضارع لازم يجي معها is. يعني نقول it's sunny today. لازم طالما في today لازم يجي is. It's sunny today. طيب لو انا بتكلم على امبارح حاجة في الماضي حصلت وانتهت امبارح او بالامس نقول it was sunny yesterday. It was sunny yesterday. طالما في yesterday يعني بالامس لازم يجي كلمة was. Was يعني كانت مشمسة بالأمس. It was sunny yesterday. طيب لو أنا هتكلم عن بكرة حاجة لسه ما حصلتش اهي عن توقعاتي بكرة أقول إيه؟ It will be sunny tomorrow. Tomorrow يعني غدا. It will be sunny tomorrow. سوف تكون مشرقة أو مشمسة غدا بكرة يعني. يبقى طالما في tomorrow لازم يبقى في will be. طالما في تومورو لازم يبقى في ايه؟ ويل بي عشان بتكلم عن المستقبل عن حاجه لسه ما حصلتش. طيب امال ده اسمه كولد. كولد يعني بارد او بردان اهو. كولد كولد كولد. طب لو انا بتكلم عن النهارده اقول ايه؟ اتس كولد توداي. برافو عليكم. اتس كولد توداي. اتس كولد توداي. طالما في توداي لازم يبقى فيه از. برافو عليكم.
طيب لو انا بتكلم عن امبارح اقول ايه؟ It was called yesterday. طالما في yesterday لازم استخدم was. It was called yesterday. طيب لو انا بتكلم عن بكرة اقول ايه؟ It will be called tomorrow. برافو عليكم. It will be called tomorrow. طالما في tomorrow لازم استخدم will be. شطار خالص. طيب امال ده كده جو شكله ايه او بيعمل ايه؟ rainy ممطر. rainy يعني ممطر. rainy 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 يعني ممطر. طب لو انا عايزه اتكلم عن النهارده واقول الجو ممطر دلوقتي او ممطر النهارده اقولها ازاي؟ برافو. هقول it's واحط كلمه rainy واليوم يعني today. it's rainy today. برافو عليكم. it's rainy today. It's rainy today. طب لو انا عايزه اتكلم عن مين؟ عن امبارح اقول ايه؟ It was rainy yesterday. It was rainy yesterday. طالما في yesterday لازم استخدم was. طيب لو انا اتكلم عن بكره اقول ايه؟ برافو عليكم. It will be rainy tomorrow. It will be rainy tomorrow. طالما في tomorrow غدا لازم استخدم will be يعني سوف. طيب بعد كده دي اسمها hot. hot يعني حر او حران. hot hot. طيب لو انا بتكلم عن النهارده اقول it's hot today. it's hot today. طيب لو انا بتكلم عن امبارح اقول ايه؟ برافو عليكم. it was hot yesterday. برافو عليكم. it was hot yesterday. it was hot yesterday. طيب لو انا بتكلم بقى عن بكره اقول ايه؟ برافو. مين سمع بيقول؟ بيقول ايه؟ it will be. it will be ايه؟ hot. it will be hot tomorrow. it will be hot tomorrow. برافو عليكم خالص يا سنه تالت. طيب امال ده اسمه summer. summer يعني فصل الصيف. summer summer يعني فصل الصيف. طيب امال ده فصل ايه؟ fall. fall fall يعني فصل الخريف. فصل الخريف من مميزاته ان بتتساقط فيه اوراق الشجر. لما اشوف ورق الشجر واقع كده ولونه اورنج كده يبقى ده fall فصل الخريف. fall fall fall. طيب امال ده winter. winter winter يعني فصل الشتاء. ده بيكون من مميزاته المطرة والتلج. winter winter winter. طيب فصل ايه ده بقى؟ spring. spring spring يعني فصل الربيع. بنلاقي فيه الورود متفتحة كده وملونة واشكالها جميلة جدا. يبقى ده فصل الربيع اسمه spring. spring spring. طيب سؤال الهومورك بقى للشطار في البيت. الشاطر اللي هيقول لي it was not yesterday. it was not yesterday. كده الصورة دي ايه؟ يا ترى hot يا ترى rainy يا ترى cold يا ترى ايه؟ ده سؤال الهومورك في البيت. الشاطر اللي هيحله ويكتب لي الاجابة في التعليقات. شكرا لكم يا حبايبي. كنتم مع قناة طيور الجنة التعليمية. ما تنسوش لايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.